الحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع، إيران دولة عتبت النووية، إسرائيل وحدها، وإدارة بايدن تتحدث بلغة ركيكة. نقرأ في إسرائيل هيوم. وفي واشنطن بوست نقرأ عن أبعاد جولة وزير الخارجية الأمريكي في أفريقيا، بلينكن يستعرض السياسة الأمريكية ويتجاهل الصين عمدا. وحول الانتخابات الفنزويلية نطالع في صحيفة الأخبار، فنزويلا نحو التجديد للتشافيزية، التغيير الأمريكي لا يأتي. في الميادين نت يكتب محمد علي فقيه عن الاعتبارات الأربعة التي تعزز المكانة الاستراتيجية لآسيا الوسطى. كاتب اليوم مصطفى الكيلاني، ونتناول معه مادة الميادين نت، نقابة الموسيقيين المصرية تمنع 20 مغنيا من الغناء. وفي الحدث هذا اليوم، بعد حظرها عسكريا، بريطانيا تحظر حركة حماس سياسيا، أي أبعاد وتبعات لهذه الخطوة؟ في جديد اليوم، مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية فدائية بالقدس واستشهاد المنفذ. وضيف اليوم حسام الدجني. أهلا ومرحبا بكم. إيران أصبحت دولة حافة نووية، إسرائيل وحدها، وإدارة بايدن تتحدث بركاكة. هذا بعض ما جاء في مقال في صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية حول الهواجس الإسرائيلية قبل المحادثات النووية في فيينا. صحيح أن إيران لم تصل بعد إلى مرحلة إنتاج قنبلة، وربما لم تقرر نهائيا إذا ما كانت ستفعل ذلك، لكنها أصبحت على عتبة دولة نووية. فإلى جانب اليورانيوم المخصب الذي جمعته، وإلى جانب أجهزة الطرد المركزي السريعة التي ركبتها، فقد امتلكت أيضا تكنولوجيا واكتسبت خبرة على مر السنين. تقول دائما هذه الصحيفة الإسرائيلية، سيكون من الصعب إلى المستحيل تدميرهما أو محوهما في هذه الظروف. جهات إسرائيلية قلقة ليس فقط من أن واشنطن تعود إلى المحادثات في فيينا من دون معلومات حول النوايا الحقيقية لطهران، بل من دون خطة بديلة في حال فشل المحادثات. أعلن إدارة بايدن بأن كل خيارات على الطاولة قيل بلغة ركيكة، وتفرض على إسرائيل مواصلة الاستعداد لحالة تضطر فيها إلى العمل وحدها. أجدد الترحيب بك ضيفنا دكتور حسام الدجني، وحضرتك أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة، وكاتب ومحلل سياسي. أهلا ومرحبا بك عبر شاشة الميادين. نبدأ مما جاء في صحيفة إسرائيل هيوم بعد إذنك دكتور. هذا الأسلوب الإسرائيلي في التعاطي مع ملف النووي الإيراني وكأنه بات عابرا للزمان. إذا عدنا 4 سنوات للوراء ويعني قرأنا ما يأتي في عناوين هذه الصحيفة بالتحديد، نلاحظ نفس الكلمات، نفس أسلوب التهويل من قدرة إيران النووية ومن عدم جدوى المفاوضات. إلى أي مدى هذا الأمر يقول لنا أن تل أبيب لا تتقدم ولو قيد أنملة في هذا الملف، برغم اتفاقات أبراهام التي بالنسبة لها كرست حلفا مناهضا لإيران؟ يعني صباح الخير لك ولكافة مشاهدي قناتكم المحترمة. إسرائيل منذ اليوم الأول وهي تحاول أن تحرض بشكل كبير على البرنامج النووي الإيراني. إسرائيل تريد أن تنفرد كدولة نووية وقوة أولى في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك تحاول أن تستخدم كل الأدوات والوسائل الممكنة من أجل أن تصل إلى الهدف الذي تريده، وهو إما وقف البرنامج النووي الإيراني وتدجين إيران وجرها إلى مربعات التسوية والتحالف كما كان قبل الثورة الإسلامية، أو أن يكون أو توجه ضربة لها. وهي تفعل كل ما استطاعت، ولكنها لا تستطيع من حيث القوى العسكرية، إنها تحاول أن تجر الولايات المتحدة إلى هذا المربع. وأعتقد أن من يقرأ المناورات العسكرية التي تجري الآن في منطقة البحر الأسود وفي مناطق أخرى، هي تستهدف إيران وحلفائها، تستهدف المناورة البحرية بين البحرين والإمارات وإسرائيل، هي استهداف لإيران، والمناورة بتقوم لبنان هي استهداف لحزب الله. بالمناسبة هذا ما قالته الصحيفة، يعني جهارة قالت بأن هذه المناورات هي تحاكي سيناريو الاستهداف إيران.
وفي تقديري لا يمكن أن نبتعد كثيرا عن مؤتمر المنامة، حتى وإن كان هذا الملتقى أو المنتدى يجري كل عام، ولكن هذا العام ومشاركة وزارة الدفاع أو وزير الدفاع الأمريكي في تقديري أن ينذر بأن هناك تسخين للواقع. أيضا هذا التسخين ليست بعيد عن الصين، في تقديري ما يجري في بحر الصين الجنوبي أيضا استهداف. وبذلك لو نظرنا إلى الخارطة نجد أن هناك محورين، محور يقاتل محور الصين روسيا إيران مع محور المقاومة سوريا لبنان فلسطين واليمن، إلى المحور الآخر الذي يحاول أن يجند ويجيش كل قدراته من أجل وقف هذا البرنامج النووي. لأنه في حال نجحت إيران إلى الوصول إلى القنبلة النووية كما يتوقع جو بايدن من خلال التطور اللافت والذي تحدثت عنه صحيفة إسرائيل هايوم، في تقديري أنه هذا ممكن أن يعمل اختلال في موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط لصالح هذا المحور. طيب نذهب سويا دكتور حسام إلى صحيفة رأي اليوم التي كتبت في افتتاحيتها، كتبت هذه الصحيفة: أمريكا تعتزم بيع منظومات صواريخ الباتريوت للمغرب وعدة دول خليجية وإشعال فتيل سباق التسلح بصورة أقوى. لماذا الآن؟ تتساءل الصحيفة الإلكترونية. يقول الكاتب إن الفارق الأساسي بين الصواريخ الروسية ونظيراتها الأمريكية هو أن التجارب الميدانية أثبتت تفوق الأولى وتراجع الثانية، فصواريخ الباتريوت الأمريكية فشلت فشلا ذريعا في التصدي لصواريخ تحالف حركة أنصار الله اليمنية البالستية والمجنحة التي استهدفت العمق السعودي. أما نسختها الإسرائيلية القبة الحديدية يعني فمنيت بهزيمة مهينة ومذلة في حرب غزة الأخيرة، ولو طال أمدها بضعة أسابيع لوصلت صواريخ المقاومة إلى كل بقعة في العمق الفلسطيني المحتل، تقول الرأي اليوم الإلكترونية. ماذا نريد الوصول إليه هو أو ما نريد الوصول إليه هو التأكيد بأن التفوق العسكري الأمريكي يتراجع أمام العملاقين الصاعدين في روسيا والصين، ومن المؤسف أن حلفاء أمريكا العرب ما زالوا يقعون بسهولة في مصيدة الأكاذيب الأمريكية. دكتور حسام، يعني كما أرى على الشاشة أنت توافق الكاتب الرأي، ولكن أسألك، بازار الأسلحة نشط وبقوة في هذه الفترة، خصوصا ما بين أمريكا ودول النيو تطبيع، أعني اتفاقية أبراهام. كيف نقرأ هذا الأمر علما مثلا أن الإقرار عن الصفقة مع المغرب كان الطلب يعني يعود لمطلع هذا العام، ولكن الإقرار أتى الآن عشية زيارة بني غانس للرباط الأسبوع المقبل؟ نعم، في تقديري أن لوبي صانعي الأسلحة في الولايات المتحدة وهو لوبينج مؤثر كثيرا في صناعة القرار، دائما يحاول أن يضغط على الحكومة الأمريكية من أجل صناعة صراعات وهمية وتهديدات، يعني كما حصل في مؤتمر وارسو وإظهار أن إيران هي الخطر الأكبر في المنطقة وأن الحرب اقتربت وأن طبول الحرب تدق. هذا كله السبب الأساسي هو لبيع الأسلحة، وهناك تنافس كبير في بيع الأسلحة بين موسكو وبين واشنطن، وهناك تطور في الصناعات العسكرية الروسية وهو ما يربك، وأيضا الصينية وهو ما يربك الولايات المتحدة، وبذلك محاولة استغلال الواقع. وأعتقد أن التطور في العلاقات الجزائرية المغربية سلبا ربما تستغله الولايات المتحدة من أجل بيع هذا النوع من الصواريخ الذي ربما نافسه بشكل أكبر صواريخ S-400 وS-500، وهناك صاروخ ربما أيضا الكل بات يتحدث عنه هو صاروخ اسكندر، هذا الصاروخ الروسي الذي يستهدف السفن، وأعتقد أنه المناورة في البحر الأسود تأتي في هذا السياق للتعاطي مع نجاح هذا الصاروخ. لذلك التقدم الروسي والتقدم الصيني ومشروع الحزام والطريق الصيني، كل هذا يربك الولايات المتحدة، وأعتقد أن البعد الاقتصادي حاضر بقوة في هذا المسألة. كيف يجب أن يتعامل بايدن مع أزمة تعاقب السلطة في فلسطين؟ مقال في مجلة The National Interest الأمريكية، يرى أن على الولايات المتحدة وفي ضوء غياب وريث واضح للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تدفع عباس نحو تشجيع تمكين شخصية تخلفه. تقول المجلة بمجرد وصول السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل إلى القدس سيواجه تحديات لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك احتمال انهيار السلطة الفلسطينية وللحقول دون أزمة خلافة محتملة ودرء السيناريو الأسوأ المتمثل بأن تنفذ حماس انقلابا مثلا على السفير وبقية فريق الأمن القومي لبايدن، التعلم من نجاحات إدارة جورج بوش الابن ومطالبة عباس بوضع الأساس لخلف متوقع. دكتور حسام، كاتبة هذا المقال تدعى إنيا كريفين
وهي ناشطة في أيباك منذ عشرات السنوات وناشطة في أكثر من منظمة إسرائيلية ولوبي إسرائيلي في واشنطن. وربما هذا يفسر لنا وجود مثل هذا المقال، هو مقالها الوحيد في The National Interest بالمناسبة. إلى أي مدى تنقل هذه الكاتبة هاجسا إسرائيليا؟ هذا الهاجس ليس بجديد، منذ فترة طويلة وتتحدث أوساط إسرائيلية ومراكز صنع قرار في إسرائيل حول خليفة عباس، السيناريو الذي يتلو وفاة محمود عباس وبمرض أو باغتيال أو بغير ذلك. لذلك هذا السيناريو يربك الكثير من أوساط صناعة القرار في إسرائيل وفي الإقليم وفي المجتمع الدولي. من هو الخليفة المحتمل؟ السلطة أمام عدة خيارات، إما خيار الفوضى وهذا يربك إسرائيل، خيار حضور حماس أو انقلاب حماس كما تسميها الصحيفة. أعتقد أنه خيار واقعي وحماس قوية في الضفة وتستطيع، وأعتقد أن المشهد في جنين في جنازة وصف قبها أربك حسابات أصلا أبو مازن والاحتلال. وبذلك الخيار الثالث هو التصارع في داخل فتح، من سيخلف أبو مازن؟ هل سيخلف ماجد فرج؟ هل الأقوياء أم الضعفاء؟ والسيناريو يتعزز باتجاه الضعفاء في اللجنة المركزية. ولذلك المشهد قاتم، حتى اللحظة لم يحسم، وعليه تتحدث الصحفية وأعتقد أنها محقة في حديثها أنه يجب أن يعمل أبو مازن على وجود خليفة له في هذا التوقيت، في حال أي طارئ يكون هذا الخليفة جاهز ومتوافق عليه. حماس جزء من الحل، ما عليكم إلا أن تسألوا السيد بلير عن ذلك. مقال في موقع ميدل إيست مونيتور، نقرأ من هذا المقال. قبل أسابيع قليلة خاطب بوريس جونسون 300 من أنصاره المخلصين وافتتح كلامه بدعابة عن وزيرة الداخلية المتشددة بريتي باتل، وضحك أولئك الذين سمعوا الدعابة التي تقارن بين نظام العقوبات في السعودية وبين بريطانيا في زمن وزيرة الداخلية الحالية. الآن يقول موقع المونيتور، أثبتت وزيرة الداخلية ولاءها للوبي الإسرائيلي بإعلانها أنه سيجري حظر الجناح السياسي لحركة حماس، لكن لم تأتي وزيرة الداخلية على ذكر حقيقة أن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال العسكري مشروعة بموجب القانون الدولي. كذلك لم تتطرق إلى أن حركة حماس لم تمارس أي مقاومة مسلحة خارج فلسطين المحتلة. إذا ما دوافع الوزيرة هنا؟ علاقتها الوطيدة مع السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين ليست سرا، ففي عام 2017 كلفها ذلك خسارة منصبها كوزيرة في الحكومة البريطانية، عندما تبين أنها لم تكن صريحة مع رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي فيما يتعلق بعقدها 14 اجتماعا على نحو غير رسمي، كانت في إجازة وقتها، مع وزراء ورجال أعمال وأعضاء جماعات ضغط مرموقين إسرائيليين، ما أدى إلى طرد ماي لهذه الوزيرة من الحكومة. دكتور، سنتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، لذا أحصر سؤالي الآن بما جاء في المقال. برأيكم هل علاقة باتيل الحميمة، هكذا تصفها ميدل إيست مونيتور، مع السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين تعد أحد أسباب اتخاذها لهذا القرار؟ نعم، يعني عندما وصفها الإعلام البريطاني أنها من المدرسة التاتشرية، وأعتقد أنها هي من مدرسة ليس تاتشر فقط بل هي من مدرسة بلفور، هي علاقاتها باليمين المتطرف علاقة قوية، وكما جاء في المقال وهناك أكثر من ذلك، عندما كانت أيضا وزيرة البيئة وزارت وأخفت بعض المعلومات وأيضا بعض التمويل الذي كانت ترسله ليس حتى لدولة إسرائيل، هي تجاوزت حدود دعم إسرائيل بدعم الجيش الإسرائيلي مباشرة في بعض الفضائح التي بدأت تتكشف حول شخص وزيرة الداخلية باتل. وبذلك هذا يؤكد أن التوجه هو توجه يهودي، وأعتقد أن تغريدتها كشفت وجهها بشكل كامل عندما قالت الآن من حق الجالية اليهودية أن تعيش بأمان بعد فترة، أن تطمئن بعد فترة طويلة من حالة القلق. ولم تتساءل باتل لماذا هذا القلق، وهل كل الجالية اليهودية على موقف واحد، وتناست أن تقول أن جزء من الجالية اليهودية شارك في مسيرة لندن الشهيرة في عند عدوان سيف القدس، عند عدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. لذلك يجب أن يكون أن نفصل هنا بين معاداة السامية ومعاداة إسرائيل ومعاداة المشروع الصهيوني. هذا أيضا يعني يرتبط بشخصها أنها تحاول أن فقط تناصر المشروع الصهيوني بغض النظر عن التداعيات المحتملة. لكل المهتمين بهذا
الملف وتداعياته سيكون معنا في فقرة الحدث هذا اليوم بعد الفاصل. إلى المشهد في أفريقيا مع مقال في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بعنوان بلينكين يستعرض السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا ويتجنب الإشارة إلى الصين. يقول الكاتب: ألقى وزير الخارجية الأمريكي أول خطاب يوضح فيه سياسة إدارة بايدن تجاه أفريقيا، وامتنع عن ذكر اللاعب الاقتصادي الأكثر أهمية في القارة الصين. لم يكن هذا الإغفال خطأ. ينظر بلينكين وكبار مساعديه إلى السنوات الأربع الماضية في السياسة الأمريكية الأفريقية في عهد الرئيس دونالد ترامب على أنها سياسة خرقاء وتركز على إجبار القادة الأفارقة على الاختيار بين العمل مع الولايات المتحدة أو الصين. أوضح بلينكين أن واشنطن تريد شراكة مع الدول الأفريقية لأنها مفيدة للطرفين وليست معركة بالوكالة للحد من نفوذ بكين. في الأشهر العشرة الأولى سعت إدارة بايدن إلى إعادة ضبط علاقة واشنطن بالقارة، حيث قدمت أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا مودرنا بالتحديد على ما أعتقد إلى 43 دولة أفريقية، وأعلنت عن مجموعة متنوعة من الاستثمارات المالية. أذهب إليكم دكتور حسام للتعليق على ما جاء في الواشنطن بوست. هي وضعت هذا المقال بالمناسبة في خانة الأمن القومي، ولهذا دلالة على ما أعتقد. إلى أي مدى يشير خطاب بلينكين من أبوجا بالتحديد أن أمريكا ليست في موقع المنافس في القارة السمراء، بل تحاول اللحاق بالركب إذا صح التعبير؟ يعني التنافس واضح وصريح بين بكين وبين واشنطن في القارة السمراء، وأعتقد أن هذا التنافس وصل إلى هذه الدرجة. وهذا الحديث لبلينكين وزير الخارجية الأمريكي هو مرتبط بمشروع الحزام والطريق. الصين في حال أنجزت هذا المشروع بشكل كامل هي ستسيطر وتهيمن على أكثر من 100 دولة سياسيا واقتصاديا، وبالتأكيد هذا المشروع يتطلب دفاعات صينية. لم تعد القوة الناعمة لوحدها بالنسبة لبكين هي التي من الممكن أن تحمي هذا المشروع الاستراتيجي. هذا ما يربك الولايات المتحدة ويجعلها تتحرك بشكل كامل وفي كل الاتجاهات. استراتيجية أمريكا في عام 2012 للأمن القومي التي كانت تتحدث عن انسحاب تدريجي من بعض المناطق لا سيما من منطقة الشرق الأوسط، أعتقد أنه ربما في المرحلة القادمة قد يكون هناك إعادة لصياغة هذه الاستراتيجية في ظل نجاح الصين ونجاح روسيا ونجاح بعض التحالفات دول البريكس وغيرها في أن تحقق نجاحات اقتصادية. ونحن نعلم أنه في عام 2028 التقديرات تتحدث أن الصين قد تكون الاقتصاد الأول في العالم. هذا لا يعني الدخول في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، ولكن سيزداد التنافس على الموارد وعلى الأسواق وعلى غير ذلك، وهذا ما يحصل في أفريقيا. لو تكرم دكتور حسام، نذهب إلى ختام هذه الجولة من جريدة الأخبار اللبنانية التي توقفت عند الانتخابات المحلية والبلدية التي تشهدها فنزويلا تحت عنوان فنزويلا نحو التجديد للتشافيزية التغيير الأمريكي لا يأتي. كتبت بتول سليمان تقريرا نقرأ منه: يبدو فوز اليسار في هذا الاقتراع محسوما، ليس بالنسبة إلى المحللين فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى المعارضة الفنزويلية التي اعترفت مرارا بتخبطها وانقسامها تحت قيادة غويدو. وتضيف الكاتبة: يعد الانقسام في صفوف المعارضة سببا رئيسيا في ميل الكفة لمصلحة الاشتراكيين، وبعدما استطاعت في عام 2015 بسط سيطرتها على المجلس التشريعي، تبدو المعارضة اليوم في مستوى عال من التخبط لم يسبق لها أن وصلت إليه منذ أيام الرئيس الراحل هوغو تشافيز. كيف يمكن أن نفسر حال المعارضة اليوم؟ هي تخوض الانتخابات بنحو 27 حزبا، وعلى ما يبدو ستخسر هذه الانتخابات. واضح أن هناك وعي جمعي فنزويلي يرفض المشروع الأمريكي، وبذلك كل أتباع المشروع الأمريكي من أحزاب سياسية معارضة لتوجهات اليسار في فنزويلا في تقديري ستبوء بالفشل. وهذا ليس فقط تقديرات، الاستطلاعات الرأي تتحدث عن ذلك، لأنه بالتأكيد الولايات المتحدة لم تقدم النموذج في دعمها لبعض الدول، سوى أن هذا النموذج هو يقتصر على مصالح الولايات المتحدة ومصالح
الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن مصالح هذه الدول، ولذلك التوجهات في فنزويلا واضح أنها تتجه نحو اليسار، وأعتقد أن هذا ضربة للولايات المتحدة وأيضا نجاح لروسيا بكل صراحة. يعني عندما عملت موسكو على حماية السفن التي تنقل الغاز والبترول والنفط إلى فنزويلا، ويعني هذه التوجهات الروسية في المنطقة التي تجاوزت منطقة البحر الأسود ومحيط روسيا في تقديري إلى أن تصل إلى فنزويلا، هذا يشكل أيضا نجاح لتحالفات فنزويلا وتحالفاتها لا سيما مع روسيا ومع بعض الدول الأخرى. إلى فقرة كاتب اليوم، حيث نناقش مع الناقد الفني المصري مصطفى الكيلاني مادة الميادين نت حول منع نقابة الموسيقيين المصرية 20 مغنيا من الغناء. نسمع بداية إلى أبرز ما جاء في هذه المادة. نقابة الموسيقيين المصرية تمنع 20 مغنيا من الغناء وتطلب من يوتيوب حجبهم. الميادين نت. نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري هاني شاكر يواصل حملته القاسية على من يسمون بمطربي المهرجانات، وأحدث قراراته منع 20 منهم من الغناء في مصر. معركة حقيقية يخوضها شاكر ضد طاقم كامل وكبير من المغنين الشباب الذين عرفوا جماهيرية شعبية واسعة بأغنيات عديدة لهم غزت الأسواق. وقد بادرت النقابة ورصدت عددا منهم وعاقبتهم، وهي مستمرة من وقت لآخر في إصدار لوائح جديدة تمنع العديد منهم من الغناء وتطلب إليهم تسوية أوضاعهم مع النقابة، ومن فعل سقط في اختبار القبول، ومنهم حمو بيكا الوارد اسمه بين الممنوعين، وهو علق قائلا: أنا أسمع هذا القرار منذ 5 سنوات، الناس بتستقبلنا برا مصر أحسن استقبال، وتساءل عايزين نشتغل برا مصر ونسيب بلدنا؟ النقابة أصدرت بياناً بأسماء 20 مغنياً مانعة إياه من الغناء داخل مصر، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل إن الفنان شاكر طلب من يوتيوب عدم بث أغنيات الفنانين الذين منعتهم النقابة من الغناء، مع أنها لا سلطة لها عليه، لكنه تمنن. وسجل الناقد طارق الشناوي موقفا غير مؤيد لمواقف النقابة من مطربي المهرجانات، معتبرا أنها ستنكسر في القريب. وقال الناطق باسم النقابة طارق مرتضى: النقيب هاني شاكر لم يغني أغنية غير لائقة طوال تاريخه، وهذه النقابة ترأستها السيدة أم كلثوم، لذلك من الطبيعي منع هؤلاء من الغناء. أستاذ مصطفى الكيلاني، أهلا ومرحبا بك عبر شاشة الميادين. هل من الطبيعي منع هؤلاء المغنين من الغناء، وهو أمر تم الإشارة إليه في هذا المقال في الميادين نت، أنت من المؤيدين لهذا القرار أو من المعارضين له؟ أولا صباح الخير عليكم جميعا. صباح. أولا هم مش مغنين، إن هم لا يملكوا أصوات جيدة للغناء، ده أول حاجة. تاني حاجة إنه المجموعة دي من مؤدي أغاني ما يسمى المهرجانات هم لم يحصلوا على تصاريح نقابية، فالنقابة فقط منعتهم من الحفلات العامة. طبعا قرار المنع ده في أزمة كبيرة جدا جدا، إنه النقابة لم تضع قرار المنع على أسس واضحة. منهم من الناس دي اصلا في ناس ما لهمش علاقه اصلا ما يسمى اغاني المهرجانات، يعني من عادل شكل مثلا، ده كبير مشجعي نادي الاتحاد، راجل لا بيغني ولا اي حاجه ومحطوط اسمه وسط القائمه. ولاد سليم دي غنوه مش مجموعه غنائيه من مجموعه بتوع المهرجانات مؤدي اغاني المهرجانات. ولاد سليم دي غنوه، الفريق ده كان اسمه شبيك لبيك، يعني حتى النقابة في قرارها أصلا مش عارفة تمنع مين، يعني بشكل واضح النقابة تايهة في قرار المنع الحفلات مش منع الغناء، لأنه العنوان خاطئ، هو منع الحفلات. أما بالنسبة لموضوع اليوتيوب فده يعني طبعا ده بيقول إنه النقابة ومجلسها أصلا خارج الزمن، ناس مش عارفة يعني إيه سوشيال ميديا، مش عارفة يعني إيه
تفاصيل مرتبطة بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عموما ومواقع الفيديو خاصة، إنه الناس دي تقدر تنشر في أي وقت، محدش يقدر يمنعهم في محتوى على يوتيوب وفيسبوك وغيره أكثر إسفافا، إذا كان مصطلح لا. إسفاف ده صحيح، تمام. وجزء منهم بالمناسبة بيعمل أغاني قد تكون جيدة، ما فيهاش مشاكل كتير، زي مثلا حسن شاكوش وأغنية بنت الجيران دي كسرت الدنيا وموجودة وبتتذاع في كل يعني أنا حتة. أفهم منك أستاذ مصطفى أنه على المستمع أن يقرر ما الذي يحبه وما الذي يريد أن يسمعه، وليس نقابة الفن في مصر. هي نقابة الموسيقيين، عشان أنا عندنا صحيح. ثلاث نقابات فنية. النقابة من حقها تمنع الحفلات، لأنه الحفلات بتشترط أنه لازم يكون الشخص سواء عضو نقابة مشتغل أو منتسب، ده حقها الطبيعي من خلال القانون اللي بيوضح أنه الشخص لازم يعدي من اللجنة الخاصة بيه، التقييم بتاعة النقابة اللي بتكون مكونة من عدد من الملحنين وأساتذة الموسيقى وغيرهم، وعلى الأساس ده بيتم تقييدهم جوه النقابة أو إعطائهم تصاريح عمل، والتصاريح دي على أساسها يقدروا يعملوا حفلات جماهيرية. لكن فكرة المنع تماما من الغناء لا، طبعا مش حقيقي، يعني صياغة الأخبار دي مش حقيقية، هو فقط منع من الحفلات داخل مصر فقط. أما الغناء سواء على اليوتيوب، تسجيل الأغاني، الغناء أو بث الأغاني أيضا على فيسبوك أو غيره أو تيك توك، كلها النقابة ما تقدرش تسيطر عليها. القصة بقى إنه النقابة بتتحجج بإنه هناك بعض مؤدي أغاني المهرجانات عندهم أغاني بها ألفاظ خارجة، وده حقيقي، ووصل الأمر لكلام حتى على زنا محارم، وده جزء من الموقف الشعبي اللي واخداه النقابة، دعم واخداه النقابة كذريعة لمنع الحفلات. وده حقيقي ان جزء من الاسامي اللي مذكورة في بيان النقابة بالفعل عندهم اغاني وصلت لمنطقة خارجة تماما، فلا ينفع، ما ينفعش بثها على المستمع العام في حفلات غنائية. أشكرك أستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني، كنت معنا من القاهرة. شكرا. والآن مشاهدينا نذهب في جولة على الميادين نت، نبدأها من موقعنا باللغة العربية حيث تتابعون آخر الأخبار في المنطقة والعالم، إلى جانب مقالات وإضاءات مميزة على مواضيع سياسية واقتصادية وبيئية وصحية. ماذا اخترنا لكم من الميادين باللغة العربية؟ من صفحة المقالات اخترنا لكم هذا المقال لمحمد علي فقيه بعنوان 4 اعتبارات تعزز المكان الاستراتيجي لآسيا الوسطى التي تشكل جزءا مما يسمى المحور الجغرافي للتاريخ. وفي الصفحة الثقافية نطالع تحقيقا لبديع صنهيج عن الفنان السوري الراحل زهير رمضان المؤمن بتنويرية الدراما. وفي صفحة التكنولوجيا نقرأ موظفون من أمازون في أكثر من 20 دولة يستعدون للإضراب تحت شعار حان الوقت لجعل أمازون تدفع الثمن. إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم. في صفحة السياسة نقرأ للمحررة محررة الميادين إنجليش رشا رسلان تقريرا سياسيا بشأن الفيلم الوثائقي القصير بعنوان المهمة الخليل وصورة المصغرة التي يعطيها عن الإجرام الإسرائيلي في المدينة المحتلة. من الميادين إنجليش اخترنا لكم أيضا هذا الفيديو حول الضجة التي أحدثها قرار تبرئة الأمريكي كال ريتنهاوس من تهمة قتل متظاهرين 2 مناهضين للعنصرية. وفي صفحة البيئة نقرأ عن الجفاف في الصومال الذي يلقي بأثره على أكثر من 2 مليون شخص.
في موقع الميادين إسبانول نقرأ بالإسبانية أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم. على صفحتنا هذه تتابعون أولا بأول تطورات الانتخابات الفنزويلية التي تشهدها هذه الدولة اللاتينية. وفي خبر آخر نقرأ تشيلي تجري انتخابات رئاسية غير مسبوقة تنذر بصعود اليمين وتظهر قوة اليسار في معركة سياسية قاسية في ظل سيناريو يتزايد فيه الاستقطاب. وتطالعون في موقعنا أيضا فنزويلا تفوز بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر أوركسترا في العالم. الحدث هذا اليوم وجديد اليوم بعد الفاصل. جديد أهلا ومرحبا بكم. بعد حظرها عسكريا بريطانيا تحظر حركة حماس سياسيا. أي أبعاد وخلفية وتبعات لهذه الخطوة التي تأتي بعد أيام من ذكرى وعد بلفور؟ إلى الحدث هذا اليوم. ولكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم يصحبنا الزميل أحمد غانم من غزة في جولة على مختارات من عناوين الصحف الفلسطينية. صباح الخير أحمد، تفضل. صباح النور، شكرا مايا. نبدأ جولتنا من صحيفة فلسطين التي عنونت: اعتبره اعتداء على الشعب الفلسطيني وتماهيا مع الاحتلال. هنية يدين القرار البريطاني تجاه حماس ويؤكد انعدام جدواه. ردود الفعل على القرار البريطاني تصدرت أيضا الصفحة الرئيسية في جريدة الأيام التي عنونت إدانة شاملة للقرار البريطاني ضد حماس. وفي الصحيفة نفسها نقرأ: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يوعز بوضع خطة لاستهداف واسع للقذائف الصاروخية في غزة. وننتقل إلى صحيفة القدس حيث نطالع: محللان للقدس، قرار بريطانيا ضد حماس سيكون له تداعيات والمطلوب موقف وطني موحد لمواجهته. ونختم جولتنا من مقال مع صحيفة الاستقلال للكاتب خالد صادق، نقرأ منه: بريطانيا التي نطالبها بالاعتذار عن وعد بلفور المشكوك تسعى إلى استنساخ هذا الوعد بطرق مختلفة، وهي لن تتوالى لحظة واحدة عن تقديم الدعم بأشكاله المختلفة لإسرائيل. ومن الطبيعي أن تلجأ بريطانيا إلى تجريم فصائل المقاومة الفلسطينية لأنها لن تتخلى يوما عن مخططها الاستعماري، وهي تعتبر أن وجود إسرائيل في المنطقة العربية يمثل ضمانة لاستمرار نفوذها وسطوتها وسيطرتها في المنطقة. نعم أحمد، ربما بدأتم برصد آخر التعليقات وردود الفعل حول عملية القدس. أسألك عن هذا الموضوع بداية، علما أن هناك بيان لحركة حماس في هذا فيما يخص هذا الموضوع، وأسألك عن دلالات التي تحملها هذه العملية. نعم مايا، فعلا حركة حماس أصدرت بيانا قبل قليل تبنت فيه هذا الشهيد وقالت أنه أحد قيادي حركة المقاومة الإسلامية حماس في منطقة شرطات، أمضى حياته بالدعوة والرباط في المدينة المقدسة. الحقيقة أن هناك دلالتان هامتان لهذه العملية الفدائية التي يعني شاهدها وانتشرت طبعا كالنار بالهشيم صورها وفيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. الدلالة الأولى تشير إلى أنه الانفجار قد اقترب في منطقة الضفة الغربية والقدس المحتلة تزامنا مع تصاعد التهديدات والقتل الإسرائيلي ضد المدنيين العزال. سياسة التهجير والترانسفير التي تمارسها إسرائيل بحق سكان مدينة القدس المحتلة، سياسة الإعدام البطيء على الإعدام على الحوادث، سياسة الاعتقالات وسياسة مصادرة الأراضي والعقارات القدس المحتلة، كلها سياسات يعني ربما تدفع بطبيعة الحال إلى اقتراب الانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي. أما الدلالة الأخرى فهي بكل تأكيد دلالة فشل القبضة الأمنية الإسرائيلية. بالتأكيد منطقة القدس هي منطقة أمنية مشددة، إسرائيل تكثف فيها من انتشارها الأمني. أن يتمكن هذا الشهيد من ارتداء زي رجال الدين في إسرائيل ويحصل على سلاح
يعني بهذا النوع أو من هذا النوع ثم يقوم بالدخول إلى منطقة مثل هذه المنطقة الحساسة التي يتواجد فيها جنود إسرائيليون ويقوم بعملية إطلاق النار دون أن تتمكن المخابرات الإسرائيلية أو الاستخبارات الإسرائيلية من اكتشافه، هو إنجاز أمني حقيقي للمقاومة في القدس المحتلة. أشكرك زميل أحمد غانم مراسل الميادين، كنت معنا من غزة. أجدد الترحيب بضيفنا دكتور حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة. سنعلق بالتفصيل على هذا الحدث ولكن في فقرة جديد اليوم. أما الآن بعد إذنك نبحث في أسباب وتداعيات تصنيف حركة حماس بجناحها السياسي كحركة إرهابية. أتحدث طبعا عن بريطانيا. الجناح العسكري كان محظورا منذ عام 2001. اليوم بعد 20 عاما يتم حظر الجناح السياسي. لماذا استلزم لندن 20 عاما لاتخاذ مثل هذا القرار الذي بالمناسبة سيعرض الأسبوع المقبل على البرلمان البريطاني؟ يعني في تقديري لو رصدنا الأسباب يجب التطرق لما تحدثنا به قبل قليل حول تغريدة وزيرة الداخلية بأن من حق الجالية أن تعيش بأمان، الجالية اليهودية. ما هو سر الأمان؟ ما هو سر القلق؟ دعيني أقول حتى نستخلص هذه الأسباب. في تقديري أن هناك تصاعد واضح في بريطانيا تجاه أو المناصرة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة. هذا التصاعد واضح كان في مسيرة لندن، كان واضح في حركة البي دي أس، حركة المقاطعة لإسرائيل سواء أكاديمية أو اقتصادية، وواضح في حجم التفاعل في داخل المجتمع البريطاني. فلسطين بدأت يعني تأخذ الرواية التاريخية الفلسطينية بدأت تأخذ مكانها، وهذا أصبح يسبب حالة عزلة للوبي اليهودي وللجالية اليهودي رغم قوتها وسيطرتها في داخل الأحزاب والإعلام في بريطانيا كما هو الحال في الولايات المتحدة. لذلك كان السبب الأساسي والرئيسي هو محاولة الضغط على كل مناصري القضية الفلسطينية، وقد يتبع هذا القرار ربما قرارات بأرهبة البي دي أس وأرهبة حتى من يناصر القضية الفلسطينية، لأنه في بريطانيا المناصرة ليست لحماس. بالمناسبة سألت أحد قادة حماس هل هناك تأثير مباشر على الحركة اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، فقط التأثير هو سياسي نفسي، أن حماس يعني الحركة التي تعتبر حركة تحرر وطني تعامل من دول العالم بأنها حركة إرهاب. دون ذلك لا يوجد لحماس لا مؤسسات ولا تمويل من بريطانيا، وبذلك القرار موجه للداخل البريطاني بشكل مباشر ولما يحصل في بريطانيا من فواعل سياسية داعمة للقضية الفلسطينية. ولكن في حال أصبح هذا القرار فعلا هناك ترتيبات على هذا الموضوع، هناك عقوبات قد تصل يعني إلى السجن لعشرات السنوات إذا رفع علم لحماس، إذا تم يعني دعم يعني بأي شكل من الأشكال ربما اجتماع وإلى ما هنالك. الأستاذ عبد الباري عطوان سجل فيديو على يوتيوب يقول فيه يعني هل ممنوع علي الآن إرسال الأموال إلى أخي مثلا وهو مناصر لحماس؟ كل هذا إلى أي مدى يؤثر على الدعم للحركة والدعم للقضية الفلسطينية التي كما ذكرتم في بريطانيا تحظى بدعما لافتا جدا؟ أكثر من ما قاله صديقي عبد الباري عطوان، نحن كمناصرين للمقاومة وضيوف دائمين على قنوات إعلامية تبث من لندن سواء كانت بي بي سي التي تتبع للخارجية البريطانية، كيف ستتعاطى وسائل الإعلام والتي دائما تدعي لندن أنها واحد الحريات الإعلامية؟ لذلك القرار له تداعيات وآثار على الداخل البريطاني بشكل كبير، لا سيما على كل من يناصر القضية الفلسطينية ويقف معها. لذلك في تقديري أنه لا يمكن أن نحصر هذا القرار في سياقه فقط في موضوع حركة حماس، لا، هو النضال الوطني الفلسطيني يؤرهب الآن. حماس عنوان النضال والكفاح المسلح والكفاح الشعبي للشعب الفلسطيني، وبذلك المخاطر هو فقط على واقع القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل ذهاب بعض الدول للتطبيع وعجلة التطبيع التي بدأت بالدوران في المنطقة العربية. كيف تكون لندن دولة لا تصنف حماس حركة إرهابية وربما الإمارات تتعامل أو السعودية تتعامل مع حماس كحركة إرهابية؟ هذا ربما البعد السياسي الذي تخشاه حماس وتريد أن تدافع عنه ضمن مسارات ثلاثة تعمل عليها. في تقديري أن المسار الأساسي التي يجب أن تعمل عليه حركة حماس هو الداخل البريطاني
الوطني من خلال دعاوي قضائية، تحقيق دعاوي قضائية من كل مناصري القضية الفلسطينية. هنا لا ينبغي ذكر حماس كاسم، حماس جزء من النظام السياسي الفلسطيني، وهي من فازت في الانتخابات عام 2006، وبذلك هي تتعاطى ضمن إطار فلسطيني، وعليه يجب على كل مناصري القضية الفلسطينية حتى لو من اليهود أن يرفعوا قضايا ودعاوي قضائية ضد هذا القرار حتى لا يصبح قانون، وإن كان المحافظين هم أغلبية في البرلمان، وبذلك إقراره كقانون مسألة ممكنة ومحتملة بشكل ومرجحة. لذلك يجب العمل على المسار الأول بشكل كبير. المسار الثاني علاقات حماس الدبلوماسية. السيد هنيه اتصل بوزير الخارجية الإيراني واتصل بقطر، واعتقد انه يجب ان يتصل بمصر وباطراف عديده من اجل ان يمارس ضغط دبلوماسي حقيقي. المسار الثالث هو المسار الشعبي ومسار المقاطعه لبريطانيا، هذا مسار يجب ان تعمل عليه حماس وكل محبي القضيه الفلسطينيه. بما انك تحدثت بان الاستاذ هنيه اتصل بالخارجيه الايرانيه، هناك من يربط هذه الخطوه البريطانيه بملفات أخرى. ربما تحدثنا قبل قليل عن أن هناك تحركات شعبية وأيضا حزب العمال في بريطانيا يدعم القضية الفلسطينية، ولكن هناك من يربطها بملفات أخرى ربما من بينها يكون الاتفاق النووي الإيراني. كيف يمكن أن نضع هذا الاتفاق أو عفوا هذا القرار البريطاني في سياقه فيما يخص التوقيت وتطور الأحداث؟ يعني في تقديري أنه ربطه بعلاقات حماس مع إيران أو تلقي حماس لصواريخ إيرانية، كما تحدثت وزيرة الداخلية أنها تلقت من أجهزة استخبارات بريطانية أن حماس تجري تجارب صاروخية في عرض البحر وغيرها من الحديث، في تقديري أن هذا غير واقعي وحتى وإن تحدثت به وزيرة الداخلية. كما قلت لك أن القرار لا يؤثر، يعني حماس صنفت على قوائم الإرهاب منذ عام 2001 على قوائم الولايات المتحدة، وهي رئيس النظام الدولي وهي التي تقود هذا النظام، الاتحاد الأوروبي. هل تأثرت حماس من هذه القرارات على بنيتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ على العكس تماما، ربما يعني هذا حماس الآن أقوى بكثير مما كانت عليه قبل عام 2001، وبذلك هذا القرار لا أعتقد أنه يعني يؤثر على حماس وعلى مستقبل المقاومة في قطاع غزة، ولكنه فقط هو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، لأنه الشعب الفلسطيني يعني حتى اللحظة يتذكر وعد بلفور، فاليوم يأتي وعد باتل، هذا الوعد الذي يعني أصاب الشعب الفلسطيني بصدمة، وعليه يعني تحديات كبيرة على بريطانيا التي ستتحمل وزر أي عدوان إسرائيلي يستغل هذا القرار، وقد يكون هذا العدوان محتمل وقريب في ظل المناورات العسكرية الإسرائيلية. نذهب سويا بعد إذنك إلى جديد اليوم. زفت حركة حماس الفلسطيني فادي أبو شخيدم الذي ارتقى إثر تنفيذه عملية فدائية في القدس أدت إلى مقتل شرطي في الاحتلال، وقتل الجندي الإسرائيلي كما أصيب آخرون بجروح في عملية إطلاق النار التي نفذها أبو شخيدم عند باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس. وأكدت حركة حماس أن العملية البطولية هي رسالة تحذيرية للاحتلال بوقف اعتداءاته في القدس، وأن سيف القدس لا يزال مشرعا. دكتور حسام، استمع منكم الى تعليق اولي على هذه العملية بداية في القدس. يعني هذه العملية هي رسالة من الشعب الفلسطيني ومن المقاومة الفلسطينية أن ميدان العمل متاح في كل مكان، ليس فقط مقصورا على قطاع غزة، ففي القدس هناك أبطال جاهزون لأن يردوا على كل أشكال العدوان الإسرائيلي. نحن يعني دلالات التوقيت هي جاءت بعد الإهمال الطبي بحق الأسرى واستشهاد أحد الأسرى في السجون الإسرائيلية، جاءت في ظل التضييق والخناق الممارس ضد الفلسطينيين في القدس وقرارات الشيخ جراح وقرارات المحاكم الإسرائيلية فيما يتعلق بالشيخ جراح، وبذلك جاء هذا البطل ليوصل الرسالة أنه يد المقاومة ليست بعيدة وتستطيع أن تخترق كل الحصون، وبذلك هي ذات دلالة مهمة. أعتقد أن تل أبيب ستقرأ هذه الرسالة، وهذه العملية أيضا هي تعبير عن حالة الغليان في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أيضا، في ظل ما تقوم به إسرائيل وفي ظل انسداد الأفق
السياسي وفي ظل ازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية وفي ظل عجلة التطبيع التي بات العرب يستفزون الشعب الفلسطيني من خلالها. في الضفة الغربية هناك حالة غليان تجسدت في مسيرة جنين التي لأول مرة يخرج القسام بعتاده العسكري في جنازة الشهيد وصفي قبها. لذلك هذه الرسالة ذات دلالة أن المقاومة بدأت تستعيد زخمها وقوتها في الضفة الغربية، وهذا بالتأكيد سيمس الأمن الإسرائيلي بشكل كبير الذي كان يراهن أن الضفة نجحت إسرائيل في صناعة الفلسطيني الجديد. هل ستتلقف إسرائيل هذه الرسالة علما بأنها تعتمد سياسة اليد الرخوة مع السلاح إذا صح التعبير؟ يعني إسرائيل ستتلقط هذه الرسالة، لا سيما أن هناك زيارة هامة لعباس كامل وزير المخابرات المصري خلال الأسبوع القادم قبل نهاية هذا الشهر تحديدا لتل أبيب ولرام الله. في تقديري أن هذه الزيارة إسرائيل تحاول أن تأخذ تهدئة طويلة الأمد وصفقة التبادل، ربما بموجبها يتم تهيئة الأمور وتهدئة الأمور في القدس والضفة الغربية. لذلك هذه الرسالة ربما تدعم وتعزز رسالة المقاوم أن توافق إسرائيل على ما سيحمله الوزير المصري في موضوع التهدئة والهدنة وموضوع صفقة التبادل من أجل أن تشتري الهدوء الذي يريده بنت لاستقرار حكومته. في العملية رسالة، وأيضا في بيان حماس رسالة واضحة جدا عندما يقول البيان، وهذه الرسالة الأكبر هذا ما أريد أن أسألك عنه بالتحديد، عندما يقول بيان حماس بأن سيف القدس لا يزال مشرعا، ما المقصود؟ أن تتبنى حماس العملية في ظل الهجمة الأمنية الشرسة الإسرائيلية ضد حماس في القدس وفي الضفة الغربية، هذه له دلالة أن حماس ما زالت تتحكم في الأمور وتستطيع أن تقلب الطاولة في وجه الاحتلال أي متى شاءت وأينما شاءت. في تقديري وأن سيف القدس ما زال مشروعا، أنه إذا راهنت إسرائيل أن عملية سيف القدس انتهت وانتهت تداعياتها، فمن الممكن أن تنفجر وليس بالضرورة من غزة بل من أي مكان وبما يصل إلى المواجهة الشاملة مع الاحتلال. طيب دكتور حسام، مثل هذه العملية إلى أي مدى تفشل مساعي إسرائيل لكبح جماح شباب القدس؟ في تقديري على العكس تماما، هذه العملية تحفز المقدسيين على العمل المقاوم وعلى مواجهة الاحتلال، لأن الاحتلال لم يحترم الوجود الفلسطيني في القدس، لم يعمل من أجل حماية المقدسيين كما يعمل من أجل حماية المستوطنين الإسرائيليين. لذلك في تقديري أن هذا سيحفز المقدسيين على مزيد من العمل الفدائي، سواء كان شعبي أو مسلح، سواء بالسكين أو بالحجر أو بالمولوتوف أو بالسلاح، من أجل أن يعمل بشكل كبير على تأكيد على هوية القدس كهوية عربية فلسطينية إسلامية. هذا ربما المبتغى من هذه العملية، وأعتقد أن هذه العملية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. أشكرك أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة دكتور حسام الدجني، نحن قرأنا ما جاء في الصحف وأنت قرأت ما جاء بين سطورها. الشكر لكم مشاهدينا على المتابعة. بالحبر الجديد انتهى.